بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا أمر من الله جل وعلا بالتوكل عليه وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه في حصول النصر في القتال وفي غير ذلك من جميع الأمور، فإن الله جل وعلا نعم الوكيل. وفي تقديم المعمول على العامل وهو قوله على الله فتوكلوا، ما يفيد الحصر، أي حصر التوكل على الله جل وعلا، إنه أعظم أنواع العبادة. وذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب، فالمسلم يجمع بين الأمرين، بين الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل على الله، فلا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، ولا يقتصر على التوكل على الله ويترك الأسباب، لأن الله أمر بالاثنين، بأخذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤمنون. وأما أهل النفاق وأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، فإنهم لا يثقون بوعد الله ولا يتوكلون على الله، وإنما يتوكلون على غيره، وهذا من الشرك الأكبر، لأن التوكل نوع عظيم من أعظم أنواع العبادة، فلا يجوز صرفه إلى غير الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة أحد، وكانت هذه الغزوة وسام شرف في تاريخ الإسلام، وسماها الله يوم الفرقان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، ونصر أولياءه وخذل أعداءه، وهي أول غزاة كانت في الإسلام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقعت الرعب في قلوب المشركين عامة وفي قلوب مشركي مكة خاصة، وأوقعت الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فذكرهم الله فيها فقال: ولقد نصركم الله ببدر. هذا كالتعليل لقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي فإنه كما نصركم في بدر على عدوكم، وكان عدد المسلمين في بدر 318 رجلا، وكان عدوهم يبلغون 1000، كما قال تعالى: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالله ذكر المسلمين في غزوة أحد ما نصرهم به في وقعة بدر، ليتوكلوا عليه ويعتمدوا عليه، وليقوى بذلك يقينهم وثقتهم بوعد الله سبحانه، فإن الذي نصرهم في بدر على قلتهم. ولهذا قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلين من الذلة، وهي القلة وليست الذلة التي هي الجبن، فإن المسلمين أعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين،
ولكن المنافقين لا يفقهون. فالمراد بأذلة أي قليل العدد والعدة. ولقد نصركم الله ببدر، وبدر سميت الغزوة بالمكان الذي وقعت فيه وهو ماء يقال له بدر، شمالي جنوبي المدينة بينها وبين مكة. قيل سمي هذا الماء باسم صاحبه وهو رجل يقال له بدر، وهو معروف بهذا الاسم إلى الآن، وقد صارت بدر بلدا ومدينة كبيرة الآن. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أمر جل وعلا المسلمين بأن يتقوه لأن تقواه سبب للنصر. تقوى الله جل وعلا هي طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فعل أوامره رجاء لثوابه، وترك نواهيه خوفا من عقابه، هذه هي التقوى. لأنها سميت تقوى لأنها تقي العبد مما يحذر. لعلكم تشكرون، لعلكم إذا تذكرتم نصر الله لكم في وقعة بدر تشكرونه على هذه النعمة، فيزيدكم الله نصرا إلى نصر، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذ تقول للمؤمنين، يقول الله جل وعلا لنبيه مذكرا له في ما حصل منه في وقعة بدر لما كانوا قليلي العدد وعدوهم يفوقهم في العدد والقوة، تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم، أي أن يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ينزلون من السماء ويشاركونكم في القتال في المعركة ويؤيدونكم. هذه بشارة ساقها الله جل وعلا على لسان رسوله لأصحابه ليطمئنوا أمام عدوهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين من السماء. بلى إن تصبروا وتتقوا، أي إن اتصفتم بهاتين الصفتين التقوى والصبر، تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق وعده، والصبر أمام الأعداء وعدم اليأس وعدم القنوط من النصر. فإذا اتصفتم بهاتين الصفتين فإن الله يمدكم بالملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أي من جهتهم هذه التي أشار الله إليها، يمددكم ربكم بخمسة آلاف، زاد في العدد زيادة في البشارة والطمأنينة قلوب المؤمنين، خمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين أنفسهم بعلامات. قيل إنها عمايم على رؤوسهم، وقيل إن خيلهم معلمة أنها خيل بلق، ورآها المسلمون، رأوا الملائكة ورأوهم على الخيل فاطمأنت بذلك نفوسهم. حتى المشركين رأوا هؤلاء الملائكة ولم يعرفوهم، وإبليس لعنه الله رآهم وكان مع المشركين، فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، ففر هاربا وتركهم في وقعة بدر لما رأى الملائكة. وقرئ مسومين يعني معلمين باسم المفعول، أي عليهم علامات
يعرفون بها. ثم قال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى، أي ما جعل هذا الخبر إلا بشرى للمؤمنين وتطمينا لقلوبهم وجزاء لهم على تقواهم لله وصبرهم في ذات الله عز وجل. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.